اهلا، مرحبا بيك سي سيف. السلام، مرحبا. كنت عرفنا بروحك. سيف الدين ورغمي، عمري 21 سنه، متخرج بروموسيون 2015 كومونيكاسيون و ملتي ميديا من ليزا، مشارك في مدير تونيزيا. سامحني لحظه. تفضل. سيف، نوتيفيكاسيون هذيك انا مش ميساج، كنت تحكي لنا عليها شويه. لا، هي مش ميساج، هي نوتيفيكاسيون من ابليكاسيون فورستي. الابليكاسيون هذه سامبل، كي تكون قريب الاوفر تصوروا وتهبطوا على الابليكاسيون هذه، والابليكاسيون هذه تكون انت قريب ريون تاع 2 كيلومتر من البلاصه هذيك، تجيك نوتيفيكاسيون على تليفونك. دونك كان فهمتك بصحيح، معناها كان انت مثال صاحبي، لقيت اوفر في بلاصه صورتها ابلوديتها، كي انا نتعدى قريب لها تجي نوتيفيكاسيون فما اوفر هنا. بالضبط. انت بيان باهي. الابليكاسيون تاع فون نصور العباد تعجبهم، ما نعرفش انا مثلا، انا كان شركه ونحب نوصل اللي انا عندي اوفر، ما نبقاش نستنى في واحد عنده الابليكاسيون تاعك، انا نتصور نجم نكونتاكتيك ديريكت. نجم وانت تهبط نوتيفيكاسيون للناس اللي متعدين القراب لي باش يجوني كيكا. بالطبيعه انت لهنا باش تهبط، نحطوا نحطوا سوسيتي اكس عندها اوفر نتاع سراول، وانا متعدي من الزون هذيك، دونك هي تنجم تعطيني لي دوني نتاعها والبوان نتاعها، وانا اي انسان يبدا قريب من الزون هذيك الابليكاسيون تعمل جينيراسيون اوتوماتيك وتهبطها. بس سيف يعطيك الصحة. جو فقط سؤال، في حكاية البوزيسيون، كيفاش نعرف اللي أنا قريب؟ معناها كيفاش نعرف كيفاش أنت الأبليكاسيون، شنو الحلول المقترحة باش تعرف اللي أنا قريب؟ بار تروا سوليسيون، يا إما تكون بار تريونغولاسيون، وإلا بار واي فاي، ولا بار جي بي إس. فكرة الأبليكاسيون تحفونا، إن شاء الله عددها يكون كيف الفكرة. نتمنى لك كل التوفيق سي سيف، فكرة رائعة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، سلامة. Mama.